السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وقبل كل شيء نقراهم رمضان مبارك خل الجميع. نتمنى يوم أخوهم ديال السرخة إن شاء الله. أمشي نتوارى نهار هذا نزوارو في الافتتاح رمضان، نتوارى غادي نقبل رمضان قران سوا سواء هذه العواصير أم نتورى غاخذة على حسب كل الأنواع العواصير، سواء العواصير غاخ نتماث نخل المغرب، سواء العواصير غاخ نتماث يتفن مباراة، أم مش نتورى أو الثاني غاخ يقبل رحيم دم سواروت مبروك رمضان رمضان دم يمون دم سعود ان شاء الله ديال الثمار ريخي مسرمان نخسج نخا ايوا نهار شفت غدا نهار يم سوارو ديال رمضان يسخى شوية تقصح شوية تزهر المهم شفت غدا شوية نحمو شوية نتفاهي الحمد لله يعدو مليح واش كيما والو خير باش نتسعد توها ورمضان جوج نشعام نرخا بنادم راه يوفى شوية نرخا كلشي موجود رمضان مش السنة مش نشاي نزل دايس القرآن والقرآن ديج نخاضه القرآن يستفد خطص نحوايج نخي يستفى غزي الطص الظلمات يعني رمضان اني نسيج اختصار شان نخيا اني كرخيا وستي مار عيث مثل نخيم سرمان دي العالم امن كمرن مرضنا دمي مون خمار راني مسر من غير لي طماط نخرى غبار ريح باطو تخل نمشي نشي نتوارى روكا نتزوارو زي رمضان ونمشي نتوارى نشي رمضان يعني زي سن اجواء شني تنطاس ونشي سن رمضان انه وليس الاجواء تشعر التوبة والمغفرة تتنزل في ملائكة يعني في كل اشياء ونمشي نروكا ماشي نتواجد امام جن دكان نزلابيا ما نتوارش ديني جن إكبار الطاس خزلابيا ما نتوارش مائدة رمضان مرا وليس ديني شبكية دينية وتوحي كل ديني المائدة رمضانية ونتمنى نظوم من مارا يكسر من نخ ديرين ديجن الصحة غرانا وذخيت من رعا رب العالمين وذخيت فعبي وحبر باش نكمر شعارة